أذهب إلى الرياض لمزيد من المتابعة حول هذا الموضوع. ينضم إلينا من هناك الزميل خالد مدخلي. خالد أهلا وسهلا بك، تحياتي إليك. أبرز ما لفتك في هذا الاحتفال الضخم خالد، والذي واكب مناسبة إطلاق الاستراتيجية الوطنية للثقافة؟ نعم طالب، أهلا بك، أهلا بنادين كذلك، تحية لكم ولكل المشاهدين الكرام. أقف اليوم هنا في مركز الملك عبد العزيز التاريخي، هذا المركز الذي يحمل عمقا تراثيا كبيرا ومهما في وسط العاصمة الرياض، هو مقصد الكثير من الزوار المقيمين للاطلاع على تراث وحضارة وثقافة المملكة العربية السعودية. اختارته اليوم وزارة الثقافة لتعلن عن رؤيتها وتوجهاتها للمرحلة الجديدة، أو لنقل لتقدم للعالم وجه السعودية الثقافة في الجديد الذي يعتمد على عدة نقاط طالب. يعتمد أولا على تحفيز حضور الثقافة لتصبح نمط حياة في المجتمع السعودي، على الاستفادة أيضا من المواقع الاستثمارية، على كذلك خلق فرص للعمل المشترك والتبادل الدولي الثقافي. قبل أقل من ساعة في هذا المكان خلفي بحضور حوالي 1000 طبعا اكتظ بهم هذا المكان، أعلنت هذه الاستراتيجية والتي حملت في طياتها الكثير في مختلف المجالات. كان هذا اليوم أو هذه الليلة هي تضاء لليالي الرياض التي يعني تم من خلالها إعلان الكثير من المبادرات، الكثير من الإنجازات والمشاريع التي تأتي في إطار التنمية، في إطار الاقتصاد. اليوم كان الدور على الثقافة. الكثير طبعا من المهتمين بهذا الشأن الثقافي من السعوديين وغيرهم من كتاب وأدباء مفكرين شعراء كانوا ينتظرون هذا اليوم بلهفة وشوق. بس خالد، أنت عندما يعني إذا تبعت أنت هذا الحفل وكل ما جرى عن كثب، عمليا ما الذي تعنيه؟ يعني كلمة مصطلح استراتيجية مصطلح عام، ما الذي تعنيه؟ ما هي أبرز مضامينها؟ وهل تشكل هذه الاستراتيجية الجديدة الآن قطيعة مع الخطط الثقافية السابقة أم لا استكمالا لها؟ هي مرحلة جديدة بدأت طالب، كما قلت منذ الإعلان في 2017 عن فصل وزارة الثقافة عن الإعلام وتخصيص وزارة خاصة بوزارة الثقافة كانت هي البداية والانطلاقة لهذه الاستراتيجية. أي استراتيجية طالب تعتمد على عدة نقاط أو عدة محاور في بنائها. أول الأمور كان هي الاستفادة من التجارب العالمية. هنا يمكن لنا العودة إلى سلسلة الزيارات التي قام بها سمو ولي العهد إلى أكثر من دولة في أمريكا، في أوروبا، في غيرها من الدول، وقد شهد التوقيع الكثير من الاتفاقيات، إذا كنت تتذكر أيضا اتفاقيات في مجال التراث، في مجال الثقافة، في مجال الفن. خلال الفترة الماضية أيضا كان هناك عدة لقاءات قامتها وزارة الثقافة مع العديد من المثقفين السعوديين بكل فئاتهم، بكل طبقاتهم، بكل يعني أعمارهم أيضا، شبابا وكبارا، أدباء، مفكرين، صحافة وغيرهم. كان الهدف منها هو الإجابة على تساؤلاتهم، معرفة تطلعاتهم، همومهم وغيرها. ثم بعد ذلك النقطة الثالثة هي التوجه الحكومي. هذه المشاريع تأتي تحت مظلة رؤية 2030 التي تجعل الثقافة رافدا مهما من روابط تحقيق التنمية الاقتصادية في البلد. الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان وزير الثقافة عندما تحدث اليوم في هذه الاستراتيجية أشار إلى نقطة بالغة الأهمية عندما قال بأنه الهدف هو أن تساهم الثقافة في المملكة العربية السعودية ب3% من الناتج المحلي القومي بحلول 2030. اليوم نتحدث عن الكثير، عن مبادرات 27 مبادرة تم إطلاقها للشعراء، للمصممين، حتى في مجال ثقافة الأكل طالب والطهي، الرسامين، الدراما، التاريخ، الاحتفالات، توفير منصات جديدة للمبدعين، الشعر وغيرها من الأمور، تأسيس مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية. يعني نقاط كثيرة طالب. العمل على الفرقة الوطنية للمسرح، مهرجان دولي في البحر الأحمر للسينما أيضا. نعم طيب. أنا دائما بحب يعني استكمل هالحوار معك خالد. أنا بعرف أنه الطقس جيد الآن في الرياض، فما تطول علينا الغيب كتير يا خالد. خالد المدخلي من الرياض، شكرا جزيلا لك. شكرا خالد. أهلا وسهلا.